متطرفون إسرائيليون يهددون حياة قائد جيش الاحتلال، وسرقة أعضاء الشهداء اتهام جديد يضاف لقائمة طويلة تطال جيش الاحتلال. لا مكان آمناً في غزة، نداء كررته الأونروا مؤكدة أن 300 نازح قتلوا في ملاجئها بمختلف أنحاء قطاع غزة منذ بداية الحرب، وأن العائلات أجبرت على الانتقال بشكل متكرر بحثاً عن مكان آمن. ينامون في العراء، هذا هو حال آلاف الأشخاص ضمن 1,700,000 شخص يتكدسون في ملاجئ الأونروا في جنوب قطاع غزة، إذ أكدت الوكالة أن الأعداد كبيرة لدرجة أن الآلاف ينامون في الشوارع. 10% فقط هو ما تسده المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة مقارنة باحتياجات الفلسطينيين، وهو ما أكده متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني رغم التنسيق الكبير مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات. وفي الوقت الذي خرجت فيه تظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف الحرب والتفاوض من أجل السلام، أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على استمرار القتال، وأن إطلاق سراح المحتجزين لن يتم دون ممارسة الضغط العسكري. التطرف الإسرائيلي لم يعد يطال الفلسطينيين فقط، بل بات يهدد المسؤولين في تل أبيب، إذ أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أنه قدم تقريراً أمنياً إلى رئيس الوزراء ومجلس الحرب بأن حياة قائد القيادة المركزية لجيش الاحتلال قد تكون في خطر بسبب عدد من المتطرفين الإسرائيليين. اتهام جديد انضم لقائمة طويلة من الاتهامات التي طالت جيش الاحتلال، إذ اتهمت الحكومة في غزة قوات الاحتلال باختطاف جثث الفلسطينيين وسرقة أعضائهم. بيان رسمي صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة في غزة أكد أن جثث 80 فلسطينياً صدرت بعد العملية البرية لقوات الاحتلال في 27 من أكتوبر الماضي، قبل أن تسلم الجثث أمس من معبر كرم أبو سالم الحدودي، ليتم الكشف عن تغيرات واضحة في الجثث تؤكد سرقة أعضاء حيوية من جثثهم.